حريها قحوت تجري دا بجبل كوقوي بريدل كينيا وحسين مالين الله وإيمانه يا قحوت عصب وهرله قحوت تجانو يسوق جرا قار كسو بركعي كون فرت يو برتمها سوماليا يو قار كلي أو هادت حول دقته كنا نولا دجانو هوس ما ذا حروين كقحوت تجري دا بلس حوله أيلها ين كوي أي أبارتا كله فتقيبة بدن أو كم يدهدل كينيا أي هاد الجودة حروين كقحوت تجري دا كوجه يا نول أدو هذا قار بدن أو كم يدهدت كني أو أيلا كلنتي ورباهين تشبيلة أي أكبر بحنا يا ظروفها نورليت يا هايستا أو بدن كو أساسي آه نلاش وادوام آدم أو دبات هايستن هاي بي لا أنا جرتو أو أنت لا أنا جرتو جوجل لا أنا جرتو أو عرير وين أنكو جرنا ماشان دور كان أنا سكت دقنا أنا واحد آدم أو دبات هايستن هاي قدرم بيها قريها بوشش كان عرير أو خابك درد أركي سيران سيحنا جيف حما نوا هايستا جوجل لا أنا هم قري لا أنا دباتو واسك واسك جوجنا أنا قدور كان هذا واسك عدلا هايستن هاي أوناد مهلم واحد والبا جوارابها بين والبا كركاين وكييرا قريها أنا صار دعابها هلس قلنا إنه الواردي هلس كها عادي إنه والبسيفتي سوق دقين ذي أنا قحطيك أيك صورنا أنا عيالك يو وبدنا قحطي هذا ترى بدنا أنا الشيء ده دق دقنا هرتوا كنا بوش كان واي قل كلام حقا وكل شيء هافو إيجي هاي مركا واحد كل سنة ما هاي بعدي أنصار لها إن مالها حلي الروابط وعلى قال دتك يودن واسكومي ده كبدنا هاي هل لبام وذا خبنا لبك نوين آخبنا وحاء وحاكم ده بيه بيها إيو سيدا شوون بيوت كو كالي أيا زايد ماشان آغي دلاعي ما بالله هاي هوي لما هاي هوي واكنا كان واكو أدا أركيسو صح والله وحاكمت أو حياهو باهن هاي ميلان كو هوي مهيسان بعدان أركيس باحتا منوفوش مفانت كان اسكد قلنا ما عندي ميلا هرصادة مالها آه باهن عصوان آي بوني والله وحاو دوغيه لين دولفول اي كورين دولفول نهاد كوبي هراب دولفول كنول كوان ميل قاد مالها دولفول كالي الكسداس درادت ماشانا هل اسكت ديست الله وحي عسوانا مركب بعيهانا اسكو اوضان هبين كي وراها واسكييرا علميه واكالا لنا مفانت روبا دوي مال ميلان كالنا مالها مركا آدي آدم ودي بخمنا رنتي بيور تابا شيغن بو وحالا قدونا سوخ ومباية ميلا داها لقدونا سولرك فعن عدسنينا إنا لغسو قارو وحنا لقبتو سي بنا دين ما ميلون رفاضا نيهاي هاي مسكول مهايسن بي مهايسن aya maskuul bi laan galahayna aya ba am haysan guru ma haysan jiif ku ma haysan inta ka minga meelugna ni kufsadahay ya rafaadi silasiyad sa minga min han galahay min ka saroora in ulaadan erita saarado in deriskan galahay in rafaad sagna ifki jira may way adaraashin laan bi laan unt jiif laan sidan baaka iska iska fadhiin oo ulaadayna ilma maskuronta ay haysada naan idla iska taagan had dad ay ku koosor dagay dad oo imaal hadari dad iska fariya dadka buulka dhisan dadada iska fariya meesha ku soo kordhigay marka xoolo cusuban ah guri ay iga soo kar barakee cebo xoolo dhaqato xoolo ay ka dhamaadeen baad xoolaha iga dhamaade lo leeyaan ahay loodi waa iga baade abaar oo na gashay beer waa abaarsatay xoolaha abaar oo dhameeshay ilmaha way iga baaba ahayaan ilmaha hadduu imaade waa uga jiridayn lacag ma heeshti ilmihi waa iga dharaaran yihiin qaajay soo ragaday hadda anta imaade dawladda oo nin oo xil saari oo meel isaari male boona ma heeshti kaar ma helag waa baahanahay ilmaha iga xanuunsan yihiin operation aha dhigdad intaas tadawsana ku socda walaalahayn waa baahanna dhawaana amaani barer badideedan ka amaadi waa silaasinahay dhigdada ii dheer alurtu waa u qaaday ma jiraan aniga waa operation waa asal qalana wax oo muslimiinta dhan waa baahantahay waa soo barakaani ilmihi waa loo qaaday male dulkaana iska jiifna qaar ka mid ah qaxootigan cusub ee halkaan imaaday kan imaaday Soomaaliya safarkoodii u dhixiyay Soomaaliya iyo xurooyinka qaxootiga dhadhaab waxa ay ku waayeen kuwa ay jeclaayeen oo u dhintay gaajo iyo macaluul dadkaas waxa ka mid ah maamadan oo noo sheegtay in ay ka dhinteen laba cunug gaajo awgeed inta ay ku soo jirtay wadada hadda oo ay soo gaartay xurooyinka qaxootiga dhadhaab oo ay ka raadinaysay nolol wanaagsan kagama go'in gaajo iyo duruf kale ay haysatay ماي كسر بركة هج قش أيوه أوش هرونت شغل روسين أوار أكو جرت واب رفاني لما إلما يكسر دمت أو باها إيه هيا باهي با إلما كسر دشي ها رفات الدنيا ما جيت كا كسر دمت إلما ها كا يكسر دمت إلما هو أنا سيو بواي دمت ها جي لما أنك يكسر دمت إلما أنا ورتوت واي كسر دمت أيوه سدد برود وري كجرت يكسر دمت dadab oo lagu tiriyay xiro ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan dunida muddo ka badan 30 sano qaxootiga ku jiray waxa haysta aqabada kala duwan oo noloshooda dabraya aqabadaha waxa ka mid ah in dadka qaxootiga ahi muddada dheer halkan ku noolaa ay qaxootiga ku aha ay yihiin kuwa ku jira meel dadka qaxootiga ahi ay ugu yeeraan xabsi korka furan
oo macnahan ka dhigan in dadka qaxootiga hay aanan loo ogoleen in ay ka baxaan gudaha xirooyinka qaxootiga dhadhab tii oo dadkii hore ba ay halkan ku haystay aqabadaha xoogan ayaa haddana qaxootiga waxa uu la ciirciiriyaa qaxooti horleh oo badan oo xitaa ay hay'aduhu sheegeen in aysan qaadeynin saddexda xire ee dhadhab ee ka kooban tahay in xire cusub loo furo maahane waxayna qaxootigan cusub ee haddii xirooyinka soo gaaray ay la yihiin adeegyadii aasaasiga u ahaa nolosha bini'aadamka sida hooy biyo waxbarasho caafimaad iyo wixii la halmaala haddii xiriyaha qaxootiga dhadhab kama socdaan gargaar ballaaran oo dadkan lagu taageerayo marka laga reebay in hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ay dadka qaxootiga ah ee imaaday ay siinaysa boonooyin lagu diibaangelinayo isla markaana kaliya raashin ay ku qaadanayaan Aadan Cabdi Murtiile warbaahinta Shabeelle xiriyaha dhadhab بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laage fursada ee goolato shay kbeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami